نتابع آراء المواطنين في قضاء المسيب بمحافظة باب الحول، الحديث عن الفاسدين في الأحزاب والكتل السياسية وعدم وجود عقاب للفاسد من قبل القضاء، فنشاهد. الشعب انتهى، الشعب الباق كله باقوه هم جماعة الأحزاب، هم كلهم جماعتهم، كشفوهم، حاسبوهم، تقولون احنا ما مسؤولين عنهم، حاسبوهم، طلعوهم للشعب، خلي تحاسبون زي المجلس، نجي المجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى من يجيبوا لك انت فاسد، انت شنو ليش ما تحاسبوه؟ ليش ما تحاسبوه؟ ليش تجيبوه منا الطبوب ومن هاي الباب طلعوا باب الخلفية؟ يعني أول مرة أشوف أنا يجي فاسد بايق الدنيا كلها يطبوا منا طلعوا منك، ليش عود؟ رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. هم وقت الحج كلها تروح تحج. وقت عمره كلها تعمر، وقت عاشور كلها تلطم، وقت رمضان كلها صايمه، اذا منو باقي البلد؟ باقي البلد ابوي. اللهم ينتقم منهم بحق هذا الشهر العظيم، اللهم ينتقم منهم بحق شهر الصيام. ما عندنا غير بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل، عليكم. ما يقارب 5 سنين لا 6 سنين نطلع مظاهرات، وقفنا وقفات احتجاجيه، ايش طالبنا احنا غير بالخدمات؟ يقول لي احنا شنو هو كل الشعب اللي طالع على من يطالب؟ يطالب بالخدمات، زين دوله ايش كبرى وجده وعراق واحسن دوله بالشرق الاوسط والفلوس موجوده بكل العالم ما موجوده غير بس بالعراق، شنو اللي حصلناه احنا؟ بس اردفتهم انا شنو اللي حصلناه؟ اكو شارع تبلط، اكو مدرسه انبنت، اكو بنوا لهم مول حلو، اكو سووا لهم شغله، شوهم احنا منا وبنجونا الاحزاب هاي صارت 8 سنين الى 12 سنه شعلوا وبهات بهاتنا شعلوا ونحشي نقول عمي سبب دمار البلد هذول الاحزاب، باقوا البلد الاحزاب، دمروا البلد الاحزاب، ولا كان يا رئيس وزراء، لا رئيس وزراء يحاسب، لا وزير يحاسب، لا جبنا مسؤول هسه تريدك مسؤول يجيبوه ذبوه بالسجن ماكو، اللي بايق لك لينس يحكموه 15 سنه واللي بايق له مليارات يطلعوه، بالعكس كله بالعكس هذا البلد قام يمشي، هسه خلي سووا لهم خطوه هسه احنا من نحاسب شخص، احنا من نحاسب شخص، شنو الفائده نقول عليه فاسد؟ احنا شنو فاسد؟ هذا فاسد اجيبه صلبه، اجيبه عدمه، هسه مو بايق الملك كله، مو بايق البلد كله، شنو الفائده انا والله هذا فاسد اليوم وراح اتقبت العيطه عليه، هذا لما اجيبه اسوي صلبه قدام العالم واسوي عبره.